ألف مبروك لمنتخب المغرب الشقيق صعوده لدور الثمانية في كأس العالم بعد ما كسب أسبانيا الفريق العظيم 3-0 بركلات الترجيح. وبكده إن شاء الله منتخب المغرب الشقيق هيقابل الفائز من البرتغال وسويسرا. إن شاء الله بإذن الله منتخب المغرب يكمل ويوصل النهائي، يكسب دور الثمانية وقبل النهائي ويوصل النهائي، وليه لأ؟ محتاجين شوية توفيق إن شاء الله، وبإذن الله نفرح كلنا، نفرح الوطن العربي كله. ألف مليون مبروك ويا مسهل الحال يا رب، وفرحة كبيرة مش في المغرب بس، ده في الوطن العربي كله، وفي انتظار المزيد.